الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع مستقبل مصر. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020. بتوجيهات من الرئيس السيسي تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير الدولة للإنتاج الحربية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على مراحل العمل بمحاور المشروع بمنطقة الضبعة والذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعي بتلك المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع مستقبل مصر وتنفيذه وفق أعلى المعايير، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ليصبح المشروع قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء على مستوى رقعة الجمهورية. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 مقعدا في القوائم. وقال المستشار إنه من يرغب في تقديم طلبات الترشح يكون اعتبارا من يوم الخميس 17 من الشهر الجاري وحتى 26 من ذات الشهر. وأضاف رئيس الهيئة أنه على كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبية وفق القواعد المتبعة. وقال لاشين إنه من يوم 21 وحتى 23 موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى، ويوم 24 والخامس 25 من شهر أكتوبر المقبل موعد تصويت الانتخابات النواب بالداخل. أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر. المزيد في سياق هذا التقرير. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء في دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوي المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بشحنات من المساعدات الإنسانية والتي تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر.
وأكد الجانب السوداني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدا أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصري والسوداني عبر مختلف الأزمنة. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء في السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية المصرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم ولشعب مصر العظيم. وأضاف البيان أن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين، كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب. ضبطت قوات الأمن عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين. المزيد في سياق هذا التقرير. أختام شعار الجمهورية مقلدة وأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية ومبالغ مالية وجهاز حاسب آلي تم ضبطها بحوزة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات وانتحال شخصيات بعض المتوفين والموجودين خارج البلاد عن طريق استغلال بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للاستيلاء على مدخراتهم وأملاكهم. التشكيل الذي نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة في ضبط عناصره اعترف بارتكاب عدد من الوقائع بذات الاسلوب، منها استخراج احد عناصره بطاقه رقم قومي منتحلا بيانات شخص يعمل بالخارج دون علمه واستخدامها في الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من حسابه من احد البنوك. شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عددا من الحملات التفتيشية المكبرة لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالصحة العامة وبالبيئة. المزيد في سياق هذا التقرير. عدد من الحملات التفتيشية المكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالصحة العامة والبيئة، كان أبرز نتائجها ضبط مصنعين بداخلهما أكثر من 1500 طن أعلاف حيوانية وداجنة و110 أطنان أسمدة جمعها بدون بيانات ومجهولة المصدر. المصنعان كان بنطاق محافظة المنوفية، بينما تمكنت الإدارة وفي مجال حماية البيئة من ضبط 8 مصانع بنطاق محافظات المنوفية والقليوبية والجيزة بداخلها أكثر من 33 طن عطور و36 ألف لتر مستحضرات تجميل و177 طن مواد بلاستيكية ونحو 43 طن مواد غذائية و5 أطنان معسل ومواد خام ونحو 1300 عبوة كحول وأدوية جمعها مجهولة المصدر وبدون بيانات وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي. بدأت فعاليات الصالون الثقافي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي تنظمه لجنة الثقافة والإبداع بمقر التنسيقية، وذلك لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية 6262 والسنة المصرية هي سنة نجمية شمسية ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية هي ظهور النجم سبدت مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.